بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم هي عن الانرجي والمومنتم ميثودز، طرق الطاقة والزخم. طبعا هنا قبل لا نبدأ بالمحاضرة عندنا تعريفين. التعريف الأول هو تعريف الشغل وتعريف الطاقة. يعني هاي بالبداية نحتاج نوضح التعريفين. فالشغل هو كمية الطاقة اللازمة لتحريك جسم ما بقوة لمسافة ما. يعني أنا عندي قوة تأثر على الجسم، ولازم شنو الجسم هذا يتحرك، يعني يصير بيه إزاحة، اوكي، حتى يصير عليه شغل، حتى يصير شغل. فالشغل شنو؟ الشغل هو كمية الطاقة اللازمة لتحريك الجسم هذا، لتحريك الجسم. طبعا وحدة قياسها الجول، ودائما نرمز لها بالرمز W، او في بعض الاحيان يرمزوا لها بالرمز U. هذه بالنسبة لمن؟ هذه بالنسبة للشغل. زين، الطاقة شنو؟ هي الخاصية الكمية التي يجب نقلها إلى الجسم أو النظام المادي لأداء الشغل على الجسم أو لتسخينه. هي خاصية يجب نقلها إلى الجسم أو النظام المادي لأداء الشغل على الجسم أو لتسخينه. وعندنا أيضا قانون حفظ الطاقة اللي يقول شنو يقول؟ يقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن يمكن تحويل الطاقة من شكل إلى آخر. وأيضا وحدات القياس الطاقة أيضا هي بالجول. والطاقة المنقولة إلى جسم، الجول تعريفه شنو؟ هو طاقة منقولة إلى جسم بتحريك مسافة 1 متر، والقوة المؤثرة عليه 1 نيوتن. نرجع للمحاضرة مالتنا بعد أن عرفنا الورك والإنيرجي. هسه أفرض عندي جسم. هذا الجسم البارتيكل هو الآن في الموقع أي. أثرت عليه قوة، مقدار القوة F واتجاه القوة ألفا. فهي حركته من البوزيشن A إلى البوزيشن A داش. زين، فما دام تحرك الجسم إذن أكو شغل منجز. بس هنا العلاقة بين القوة والشغل، لازم حتى يصير شغل لازم القوة والإزاحة اثنينهم واقعين على نفس الخط. هسا أنا أباوع على الخط مال الإزاحة، هذا أي اتحرك من هذا المكان إجا الأي داش. هاي نقطة تقاطع المحاور O. فهذا الفكتر الأول اللي هو الR اللي يمثل لي البوزيشن فكتر بالموقع أي. هذا الثاني من O إلى أي داش يمثل لي الR زائد dr، لأنه صارت بي تغير مكانه، صار بي تغير بالإزاحة اللي هو المسافة من A إلى A داش اللي مثلها بالdr. فإذن هذا هو r زائد dr. هسا أجي للخط اللي صايرة عليه الإزاحة. هذا هو الخط الصايرة عليه الإزاحة. فإذن أنا هاي القوة مو كلها تسبب شغل على البارتيكل، وإنما جزء منها اللي يقع على هذا الخط اللي هو خط الإزاحة. فلو أجي أرسم خط عمودي على خط الإزاحة هذا، فصار عندي محورين، هذا تقدر تسميه محور X وهذا محور Y. هاي راح تحللها مركبتين. هاي المركبة مال F الصايرة على هذا الخط الأسود اللي هو خط الإزاحة تصير F كوساين ألفا. وهنا شو تصير عندي؟ راح تصير عندي F ساين
الفا. اذا القوة اللي تسبب شغل هي مو الاف، وانما الاف كوساين الفا اللي هي مركبة اف، بينما الاف ساين الفا، الف ساين الفا لا تسبب الشغل، او الشغل اللي تنجزه هاي القوة يساوي صفر. فاذا هاي القوة مو كلها تسبب شغل، وانما مركبة منها اللي هي اف كوساين الفا. فصاروا اثنينهم على نفس صاروا القوة والإزاحة اثنينهم على نفس الخط، إذا هسه راح يصير عندي شغل. فإذا كان اتجاه القوة والإزاحة اثنينهم نفس الاتجاه، الشغل هنا يصير شغل موجب. إذا كانوا باتجاهين متعاكسين، هم صح يقعون على نفس الخط، بس مثلا القوة لليمين اتجاهها لليمين، بينما الإزاحة اتجاهها لليسار، في هذه الحالة يصير الشغل عندي سالب، الشغل عندي سالب. فمن اجي امثلها بالفكتر، اجي امثلها بالفكتر، بالفكتر شو اقول؟ اقول التغير بالشغل ديو يساوي الفكتر مال القوة اف في الفكتر مال الازاحة، هاي الازاحة، هاي الازاحة دي ار. فهنا اضربهم ضرب شنو؟ ضرب لا اتجاهي، ضرب لا اتجاهي، يعني دوت برودكت، دوت برودكت. ليش؟ وبالتالي فإن الشغل راح تطلع كميته لا اتجاهية. من أضرب متجهين ضرب اتجاهي، النتيجة راح تكون سكيلر كوانتيتيز، فراح يطلع لي الشغل كمية لا اتجاهية. زين، هسه هذا القانون، هذا القانون من تعاملت مع الشغل بقوانين الفكتر. زين، اذا اريد احسب مقدار الشغل يعني بدون ان استخدم الفكتر، راح اجيب هاي القوة الواقعة على الواقعة على على الخط الازاحة اللي هي اف كوساين الفا، واضربها بالمسافة المقطوعة، فش راح يصير عندي؟ ديو هاي الاف في الكوساين الفا هي مركبة القوة اللي سبب شغل، وهذه دي اس هي المسافة او الازاحة اللي حدثت بالجسم، حدثت بالجسم. اذا نحكي عن الشغل بالفراغ، الشغل بالفراغ، فش راح يصير؟ اذا القوة بالفراغ، فالقوة بالفراغ بها ثلاثة مركبات، واحدة بالاكس وقوة بالواي وقوة بالزيت. هاي القوة بالاكس السبب ازاحة بالاكس فدي اكس، فهذا يصير اف اكس في الدي اكس، الشغل المنجز، الشغل المنجز باتجاه اكس، هذا اف واي دي واي يصير الشغل المنجز بالواي باتجاه واي، وهذا يصير الشغل المنجز بالز. شوف قوة بنفس الاتجاه، الدي زيت هي ازاحة على الزيت، والاف زيت هي قوة واقعة على الزيت، فقوة وازاحة صاروا اثنينهم على نفس الخط، فصار عندي، يصير عندي شغل، يصير عندي شغل. نجي قلنا الوحدات، وحدات الشغل، وحدات الشغل ايش راح يصير؟ واحد قدم في الباوند، واحد قدم في الباوند اللي هو شنو؟ انا دين عندي ار، انا عندي ار، عندي اف دي ار، اف دي ار، فالآر اللي زاحة بيش بالقدم، والأف بيش بالباون. فبالنظام اليو اس كوستومري يونيتس اللي هو نظام الانج والقدم، راح يصير عندي واحد فوت في باون، زين واحد فوت في واحد باون، ويساوي 0.3048 متر. عايش حول القدم، واحد قدم حوله للمتر، والواحد باون حوله للكيلوغرام، والنوب حوله للنيوتن، فيصير الواحد باون، واحد باون هذا باون فورس، باون فورس. ليش؟ لأنه قوة في الإزاحة، الشغل يساوي القوة بالباون والإزاحة بالقدم، فالواحد باون حوله إلى نيوتن، كل واحد باون فورس يساوي 4.448 نيوتن، ويطلع 1.356 من الجول.
فهي العلاقة بين من؟ بين الجول وواحد قدم في باوند، واحد قدم في باوند. زين، عندي هنا للحالات هاي المعادلة اثنين، يقول بيها عندي عدة حالات معادلة اثنين هاي، يعني الشغل او التغير بالشغل. وقلنا هنا اليو هي شنو تمثل لي؟ تمثل لي الشغل. وقلنا في بعض الاحيان يسموها يو، في بعض الاحيان يسموها دبليو. زين، يقول if the force F has the same direction as DR، هاي قلت لكم بيها، اذا القوة والازاحة اثنينهم بنفس الاتجاه فالشغل يكون موجب DU تساوي F في DS. If F has direction opposite to that of DR، عكس واحد عكس الثاني، الورك راح يصير سالب ناقص FDS. If F perpendicular to DR، إذا كانت القوة عمودية على الإزاحة فالشغل مالتها صفر. شوف أنا مساء من شرحت قلت لكم هذه الF ساين ألفا اللي هنا هاي راح تصير عمودية على خط الإزاحة، وبالتالي هاي ما تنجز شغل، أو نقول الشغل مالتها يساوي صفر. شوف if F is perpendicular to DR the work DU is zero، DU راح تطلع لي صفر. هسه نجي إذا عندي بارتيكل أساسا هو وين؟ بالموقع A1، وهذا A1 ما صاير بالصفر، A1 ما صاير بالصفر، يعني شنو بيه؟ بإزاحة ابتدائية، مسافة ابتدائية. فأول مرة كان هنا وبعدين تحرك أثرت عليه قوة فنقلت هاي القوة، تحرك أو قطع إزاحة مسافة صار بالموقع A2، كان هنا A1 وصار بالA2، وقلنا لازم قوة موجودة، يعني شغل بدون قوة ماكو. فيا لي نقله يا لي حركه يا يخلي الجسم يقطع الإزاحة هو وجود القوة. فهذا الجسم اللي أثرت عليه قوة كان بA1 وبعدين اتحرك وصار بالموقع A2، فراح أطلع الشغل المنجز من 1 إلى 2، يعني من الموقع 1 إلى 2 تحرك الجسم من الموقع، أحسب الشغل المنجز فراح أقول U 1 إلى 2. الشغل المنجز من الموقع 1 إلى الموقع 2 راح يساوي تكامل A1 على A2، يعني هنا البوزيشن مال الجسم A1 وA2، مو هاي واحد يقراها أريا، لا هاي الA1 والA2 هي الموقع مالته، راح يساوي القوة في الإزاحة، قوة في الإزاحة، تكامل القوة في الإزاحة. طبعا القوة هاي اللي تأثر عليها هاي F، وطبعا قوة بها مقدار واتجاه، اتجاهها ألفا، وطبعا هذا يتحرك الجسم يتحرك على مسار هنا منحني. فعندي أنا هنا مسافة DS وعندي إزاحة DR، مسافة DS وعندي إزاحة DR. شوف هاي المسافة الأولية أو الإزاحة الأولية S1، وهذا مكانه وين ما يتحرك وين ما يوصل راح يصير قيمتها S النهائية، الإزاحة النهائية هاي منها، بعدين من يوصل إلى A2 راح يصير إزاحته S2، فعندي S1 وعندي S2، وفي أي مكان بين A1 وA2 تكون إزاحته مساوية للS. زين، هسه أنا أجي أعوض U 1 إلى 2، S1 للS2 بين هاي الإزاحات. زين، لأن أنا عندي بالتكامل شنو عندي؟ DR، يعني أنا هذا التكامل مالتي ما عليه من على الإزاحة، فحدود التكامل تصير للإزاحة، فأنا الإزاحة راح يصير عندي S1 وS2، هاي S1 إزاحته بالموقع 1، وهذه S2 إزاحته بالموقع 2، F كوساين ألفا في الDS
اف كوساين الفا في الدي اس، هاي القوة، هاي القوة، لأن القوة حللها مركبتين، هاي القوة حللها مركبتين، هاي القوة حللها كوساين، راح تصير هذه هنا، راح تصير هنا مماسية اللي هي شنو؟ اللي راح تصير على نفس خط الإزاحة، الثانية تصير عمودية مالها، مالها شغل، يعني الشغل مالتها المنجز راح يصير صفر. فإذن هاي الاف كوساين الفا هي التانجنشال فورس، لانه راح تصير مماسية، شوف راح تصير مماس، هاي هسه بنطلع مركبة هاي راح تصير هنا، فراح تصير مماس للقوس، فصير اف تي، اف تي، فتحول القانون الى تكامل من اس 1 الى اس 2 اف تي في الدي اس، اف 2 في الدي اس. هاي اذا نرسم العلاقة بين من، نرسم العلاقة بين ال اف تي والاس، راح تكون المساحة تحت المنحني هي تمثل لي الشغل المنجز، الشغل المنجز، شوف هاي الصفر، لان هو اساسا الجسم الموقع اي وان هو ليس بالصفر، شوف اي وان مو بالصفر، فاي وان يبعد بمسافة قلنا هاي نسميها الابتدائية، وهذه الاس 2 هي المسافة او الازاحة النهائية. فهذه الاس 1 موقعها، وهذه فالمساحة تحت المنحني تمثل لي الشغل المنجز بواسطة القوة، وقلنا هنا التانجنشال القوة اللي تساوي اف كوساين الفا، اف كوساين الفا. اذا نحكي على قوة بالفراغ، فراح يصير عندي الشغل المنجز من واحد الى اثنين، ايضا اخذ القوة بالاكس في ازاحة بالاكس، وزائد القوة بالواي في الازاحة بالواي، زائد القوة بالزد في الازاحة بالزد. طبعا هنا هاي راح تصير تصير بين قوسين، يعني هذا بعدين، بعدين تقدر تاخذ كل واحد منهم وتعتبره تكامل، هذا تعتبره تكامل، هذا تعتبره تكامل، وهذا تعتبره تكامل، وتكمل التكامل مالته. هسه نجي الورك اوف كونستانت فورس ان ريكتلينير موشن. اول مره عندي الحركه خطيه، شوف الحركه خطيه مو قوس، هاي ريكتلينير موشن، هاي الحركه خطيه، يعني الجسم حركته وين؟ على الخط هذا، زين، مثل هذا الخط سميه اكس، اللي هو المحور اكس، هذه نقطة الصفر، هذه اي وان، وهذه اي تو، راح ينقل من هذا المكان إلى هذا، هنا هذا يمثل لك، خلالك اي وخلالك عليها القوة واتجاهها، هذا يمثل لك اللحظة يكون الجسم في أي نقطة من النقاط الواقعة بينه اي واحد و اي اثنين. فهنا اولا عندي كونستانت فورس، كونستانت فورس هو جاي يقول كونستانت فورس، هسه هاي مو كلها تسبب عزم، تسبب شغل، وانما الاف كوساين الفا هي اللي تسبب لي شغل، اف كوساين الفا في دلتا اكس، شوف دلتا اكس هي الازاحة، الإزاحة المقطوعة من A1 إلى A2 سماها دلتا إكس، فهذا القانون مال الشغل المنجز بواسطة قوة ثابتة، قوة مقدارها ثابت والحركة خطية، هاي المعادلة أستخدمها. زين نجي لل work of the force of gravity، طبعا هنا الشغل المنجز عن طريق قوة الجذب، اللي هي شنو الفورس اوف جرافيتي، هنا الوزن عندي، الفورس اوف جرافيتي هو الوزن، يعني قوة الجذب هي شنو بالاجسام، يعبر عنها بالوزن. شوف انا هسه عندي جسم بالموقع اي 1 اتحرك، شوف ايش قد ازاحته الابتدائية واي 1 اتحرك وصل الى هاي المكان اي 2 اللي هو ازاحته شنو واي 2، في اي مكان بيناتهم راح يصير الشكل هذا، هذا دبليو، هذا اي، و
من ينتقل من مكان إلى مكان ثاني راح يصير أكو فرق بين موقع أول وموقع الثاني، والإزاحة أقدر أعبر عنها ب دي واي. هذا بيناتهم إزاحته واي هنا واي، للدلالة على أنه في أي مكان من المكانات اللي محصورة بين أي وان وأي تو راح تكون إزاحته واي، والفرق عن النقطة اللي تليها راح يصير عندي إزاحة دي واي. هسه أنا هنا بسبب الجرافيتي ما عندي بعد لا اكس ولا واي، يعني بنرجع لهاي المعادلة، بعد ما عندي اكس وما عندي واي وما عندي زد، العفو، يبقى عندي بس بالواي، لأن يعني الجرافيتي هي أساسا باتجاه واي. فالاف اكس تساوي صفر، الاف واي تساوي ناقص دبليو الوزن للأسفل، والاف زد تساوي صفر. فالديو بعد هسه بنتعوض بالمعادلة، الديو ايش راح يصير؟ هاي المعادلة الديو ايش يصير؟ دي يو راح يساوي ناقص دبليو في دي واي، ناقص دبليو في دي واي. فمنجي هسه انا نجي اطبق هاي المعادلة على هذا الرسم، انا عندي موقعين اي 1 واي 2، راح اقول الشغل المنجز من 1 إلى 2، الشغل المنجز من 1 إلى 2، وطبعا هذا يشير الى انتقال هنا المقصود من 1 إلى 2، يعني الشغل المنجز نتيجة انتقال الجسم من الموقع 1 إلى الموقع 2. فأنا هسه الإزاحة بالواي، فصير من y1 إلى y2، W هاي الوزن وهاي دي واي، والناقص طلعت خارج التكامل، كمل التكامل دي واي تكامل هواي وعوض عن حدود التكامل، فيصير دبليو واي 1 ناقص دبليو واي 2. اطلع الدبليو خارج ال يعني عامل مشترك، فيصير ناقص دبليو واي 2 ناقص واي 1 ويساوي ناقص دبليو في دلتا واي، اللي هو شوفه هذا نفس هذا القانون، نفس القانون. زين، هنا دلتا واي هي ال vertical displacement، لأن أنا displacement بس بالواي، أنا جاي أحكي بس على الوزن، لأن هنا ماكو قوة تأثر عليه. حتى واحد يقول هو جاي يتحرك بالأكس وبالواي، زين ليش ما حسبنا شغل بالأكس؟ لأن أنا ما عندي قوة بالأكس، لأن شروط الشغل هو وجود قوة وإزاحة اثنينهم على نفس الخط، فأنا عندي قوة بالواي وعندي إزاحة بالواي يصير شغل، بس ما عندي قوة بالأكس يتحرك الجسم. أوكي، فالدلتا واي قلنا هي شنو؟ هي الإزاحة. فدلتا واي إذا تكون أقل من الصفر، دلتا واي أقل من الصفر يصير الشغل الموجب، لأن دلتا واي أقل من الصفر يعني سالب، وهاي سالب، فسالب في سالب راح يصير عندي الشغل موجب، وإذا كانت دلتا واي موجبة فيصير عندي الشغل سالب، يصير عندي الشغل سالب. عندي النوع الآخر من الشغل اللي هو جاي work of the force exerted by a spring، يعني عندي نابض. هسه عندي نابض، طبعا النابض احنا نستخدمه بالميكانيك حتى نستفاد يعني من توليد قوة بالنابض، نسوي به تشوه، ونتيجة التشوه هذا راح يرجع الى وضعه الاصلي، فمن يرجع الى وضعه الاصلي راح تتولد قوة به ترجعه الى وضعه الاصلي. فهسه انا هذا عندي سبرينج قبل التشوه، عندي فورم غير مشوه، زين، وهذا الموقع راح اسميه اي نوت، يعني الموقع الاصلي، وبعدين اتحرك صائجة بالموقع اي 2، يعني النابض انفتح، انسحب السبرينج، فمكان ما كان بالاي نوت صار بالاي 2. شوف هسه الازاحة، الازاحة بالاكس، زين، انت اذا هسه هنا شديت جسم بالنابض، سديت جسم بالنابض
وحركته، فاذا هذا الجسم راح يقطع ازاحه. هسه وين الازاحه قطعها؟ قطعها هاي، يعني هذا الموقع الاصلي هنا، وبعدين هذا راح يصير هنا. طبعا انا اقدر اسحبه بقوه اقل فاوصل لفد موقع ايوان، اقدر اسحبه بقوه كبيره يوصل الى موقع اخر. فهاي الاي 1 والاي 2 تعتمد على قوه السحب مال النابض، قوه السحب. اي الاي 1 القوه اللي استخدمتها في تشويه النابض، في سحب النابض، اقل من القوه اللي استخدمتها حتى اغير مكانه ويصير بالاي 2. بشكل عام النابض، اذا جسم ربطته بنابض، طبعا طرف من النابض يثبت والطرف الاخر يشد به الجسم، فاذا تحرك الجسم صار تشوه بالنابض، وبعدين راح يرجع النابض الى وضعه الاصلي من يرجع هنا. فهذا يا اللي يرجعه يا يرجع الموضع الاصلي، راح توجعه، راح تنشئ به قوة النابض. فهاي اف راح ترجعه، فوين ترجعه؟ ترجعه بهالاتجاه، ترجع الى موقعه الاصلي اللي هو الاي نوت، فيصير اتجاه القوه بهالاتجاح فاف. فاذا قد حدثت به ازاحه، شوف انت وين مكانه، افرض مكانه هنا اي. هسه احنا هاي الاي 1 والاي 2 هي لغرض التوضيح، بس هو قول انسحب الى الموقع اي، فاذا الازاحه راح تصير بمقدارها اكس. شوف اكس اكس يعني ورا الطول الاصلي، شوف هذا الطول الاصلي مال النابض، من سحبته ووصلته هنا معناه صارت به هاي الازاحه، فالاكس هي زياده على طول الاصلي، والقوه هنا بالعكس، قوه معاكسه لاتجاه الازاحه. شوف الازاحه وين؟ راح لليمين الجسم، الجسم راح لليمين، بينما القوه وين صارت؟ صارت باتجاه اليسار. لذلك بالنوابض، هاي النابض هذا النوع من النوابض، الشغل دائما يكون سالب. ليش؟ لان الازاحه هم صح واقعين على نفس الخط، هسه الازاحه على الاكس والقوه على الاكس، بس الازاحه وين صار؟ راح لليمين، بينما القوه وين؟ لليسار. اذا الشغل راح يكون عندي يكون سالب. طبعا بالنوابض اكو القوة شلون نطلعها؟ نطلعها من حاصل ضرب فد ثابت يسموه كي، في التمدد في الإزاحة اللي صارت بالنابض اكس. زين هذا الكي نسميه سبرينج كونستانت، ثابت النابض، وحداته نيوتن على المتر بالنظام العالمي، او باون على القدم بالنظام الانجو. زين هسه نجي هما لو مثل انتقل من المكان واحد الى المكان اثنين، من مكان واحد الى المكان اثنين. زين هسه هذا النابض بالمكان واحد، وبعدين سحبته وديته المكان اثنين، يعني غيرت الازاحه مالته. فشوف ديو بالنوابض، هسه ديو بالنوابض التغير بالشغل شو يساوي؟ ناقص، وبالنهايه الناقص منين جايه؟ جايه لانه الإزاحة عكس القوة، عكس اتجاه القوة، الإزاحة والقوة باتجاهين متعاكسين. فإف في الدي إكس، إف القوة في الإزاحة، هاي قانون الشغل. فأجيب الإف مال النابض، القوة المتكونة بالنابض من المعادلة 10، هذه القوة المتكونة بالنابض اللي هو المعادلة 10، أجيب أعوضها بهاي الإف، إيش راح يصير عندي؟ ناقص kx dx، ناقص kx dx. زين الناقص نطلعها خارج التكامل، شوف u واحد اثنين ناقص نطلعها، انا جاي اكامل على ال dx، فمن x واحد الى x اثنين، صح؟ من x واحد الى x اثنين. زين x كي اكس دي اكس، حتى الكي اقدر اطلعها خارج التكامل ثابت، فيصير عندي التكامل اكس دي اكس اللي هي اكس تربيع على اثنين، هاي اكس تربيع على اثنين، وعوض مرة بالاكس اكس وان، وعوض بالمرة الثانية بالاكس تو، راح احصل على هاي العلاقة.
انه بالنوابض، بالنوابض فاليو من واحد الى اثنين الشغل المنجز من واحد الى اثنين يساوي نصف كي اكس 1 تربيع ناقص نصف كي اكس 2 تربيع. طبعا هذا النابض، هذا النابض اذا ارسم العلاقة بين اف و اكس، القوة المتولدة بالنابض والازاحة اللي تحدث بالنابض نتيجة تشوهه، فاذا اسلط اف 1 يصير اكس 1، اذا اسلط اف 2 يصير عندي الازاحة. طبعا العلاقة بين اف 1 و اف 2، اف 2 اكبر من اف 1، كل ما زيد القوة على النابض السحب، قوة السحب الإزاحة تكبر، ف F1 أقل فإزاحتها X1، F2 أكبر من F1 فراح تصير إزاحتها X2، ف X2 ناقص X1 دلتا X هو هاي الإزاحة، و F2 ناقص F1 اللي هو شنو يصير عندي؟ يصير عندي التغير بالقوة. هذا الخط المائل، هذا الخط المائل اللي هو جاي من الكي في الاكس اف، طبعا هاي اصلها شنو؟ القوة تتناسب تناسب طردي مع التشوه اللي يصير بالنابض، شالوا علامة التناسب خلوا ثابت اللي هو الكي شالوا، فاقدر انا اطلع المساحة تحت المنحني، المساحة تحت المنحني تمثل لي الشغل مثل مساع الرسم اللي رسمناه. هسه هذا الشكل هو عبارة، هذا الشكل هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن اقدر اقسمه الى مستطيل، مستطيل هذا طوله، هذا الطول مالته F1 والعرض مالته DX، وهذا الفوق راح يصير عندي مثلث، مثلث القاعدة مالته DX وارتفاعه راح يصير F2 ناقص F1، اجمعهم ذول يعني طلع مساحة المثلث ومساحة المستطيل، مساحة المستطيل شو يساوي؟ F1 في DX في دلتا اكس، ومساحة المثلث شو تساوي؟ تساوي نصف القاعدة، القاعدة شنو هي؟ دلتا اكس في الارتفاع اللي هو اف 2 ناقص اف 1، واجمعهم اجمعهم راح تطلع لي هاي العلاقة اللي هي يو 1 الى 2 يساوي نصف اف 1 زائد اف 2 في دي اكس. نجي للكاينتيك انرجي اوف ا بارتيكل اللي هو الـ principle of work and energy. الكاينتيك طبعا احنا هنا عندنا الطاقة بها انواع، مر عليكم بالاعدادية طاقة كامنة وطاقة حركية، هسه انا جاي احكي عن الطاقة الحركية، الطاقة جاية نتيجة الحركة. زين الكاينتيك انرجي اوف ا بارتيكل، وهنا principle of work and energy مبدأ الشغل والطاقة، مبدأ الشغل والطاقة مثل ما عرفت لكم اياه بالملف البي دي اف اللي كاتبه بالعربي ودزيت لكم اياه ويا المحاضرة. زين هسا انا افرض عندي بارتيكل، هذا بارتيكل تحرك من اي 1 الى اي 2، تحرك من اي 1 زين، هذا الباث زين ممكن يكون مستقيم، ممكن ان يكون يعني يكون كير حسب الحالة اللي عندي، اوكي يعني الباث ممكن يكون خط مستقيم وممكن يكون خط منحني. هسه هذا اذا اطبق عليه قانون نيوتن الثاني، قانون نيوتن الثاني طبعا انا الاف ان هنا هسه انا احكي ويا من، احكي عن مركبات، هنا هاي الاف راح اقسمها مركبتين، احللها مركبتين، وحدة مماسية اللي هي اف تي، وحدة عمودية اللي هي اف ان. طبعا الاف ان ما تدخل بالشغل، ليش؟ لانه ما صايرة على خط الازاحة. شوف خط الازاحة هو هذا، خط الازاحة من ينتقل الى مكان الى مكان اخر يصير بالضبط يصير مثل خط المماس. فاذا يا قوة، يا قوة اللي سبب لي شغل هي القوة المماسية، العمودية على المماس الشغل مالتها يساوي صفر. فإذا أنا من أجي أطبق قانون نيوتن راح أقول اف تي يساوي الام في الاي تي، حتى التعجيل أخذ المماسي، أور اف تي تساوي ام
راح أعوض عن التعجيل دي في على دي تي، دي في على دي تي. أنا طبعا الدي في على الدي تي ما عندي، راح أسوي تشين رول، فراح شاقول أقول دي في على الدي اس في الدي اس على الدي تي، دي في على دي اس في الدي اس على دي تي. زين الدي اس على الدي تي أنا أعرفها، هي اللي هي مشتقة المسافة للزمن اللي هي السرعة، السرعة فصارت عندي في، وهي مضروبة بالام صارت ام في. وش بقى عندي؟ بقى عندي الدي في على الدي اس، دي في على الدي اس. اضرب الوسطين بالطرفين، هذا هذا اف تي مضروب بايش؟ بالدي اس. هذا اف تي مضروب بالدي اس، وهذا الطرف ايش بقى؟ ام في دي في، ام في دي في. اكامل الطرفين، هذا على الدي اس تكامل على الدي اس، وهذا تكامل على الدي في. دي اس تتغير من اس واحد للاس اثنين. زين، والفي ايضا من في واحد وفي اثنين، يعني السرعة الاولى والسرعة الثانية، والازاحة المسافة الاولى والمسافة الثانية، السرعة الاولى والسرعة الثانية هنا. اوكي، فهسه هسه يعني من يصير بالموقع واحد شنو إله؟ إله S1 وV1، والموقع الثاني شنو إله؟ إله S2 وV2، يعني إزاحة ثانية وسرعة ثانية. فـ FDS تكامل من S1 إلى S2، الأم طلعتها خارج التكامل، شيقوا عندي VDV، وأكامل الـ V، أكامل الـ V، راح يصير V تربيع على 2، وعوض بحدود التكامل يصير نصف V2 تربيع ناقص نصف V1 تربيع. وكنا الـ F في الـ DS هي الشغل المنجز أو الطاقة، نعم طاقة. فراح يصير عندي، راح يصير عندي اليو، اليو من الواحد للثنين هنا هسه باوع، من أجل هذا هسه، هذا هذا الطرف. طبعا هذا الطرف هو تكامل بس، بس تكامل هذا المقدار، يعني هسه واشتغل على الطرف الأيمن من المعادلة، فهذا من كامل اشتغل نصف V2 تربيع، زين ناقص نصف V1 تربيع. وبيش مضروب؟ مضروب طبعا هنا بالكتلة، مضروب بالكتلة، يعني هذا هسه يصير نصف M، نصف M V2 تربيع، وهنا نصف نصف M V1 تربيع. هذا الكتلة في مربع السرعة هو الطاقة الحركية. الطاقة الحركية شو تساوي؟ نصف الكتلة في مربع السرعة، نصف الكتلة في مربع السرعة. فصير الطاقة الحركية بالموقع اثنين ناقص الطاقة الحركية بالموقع واحد. فأنا النصف ام في تربيع، هاي النصف ام في تربيع راح أسميها شنو؟ راح أسميها الطاقة الحركية. الرمز مالتها شنو؟ راح الرمز مالتها ال تي. فنصف ام في تربيع راح يصير في تربيع، راح تصير هي الطاقة الحركية. فأنا بنرجع للقانون، نرجع للقانون، هذا الطرف الأيسر هو التغير بالشغل، هذا مشتقة، مشتقة سابقا هنا لو تباعون علينا، تباعون عليه سوينا نرجي القانون هذا. هذا معادلة أربعة. اوكي، اللي هو شنو؟ اليو من واحد إلى اثنين، هذا هو شوفوا اف دي ار من واحد إلى اثنين. فإذا إذا شوف هنا تحول الدي اس، ها شوفوا تحول الدي اس ورا ما أخذت التانجينشال فورس. زين،
هسه هنا هذا الطرف الأيسر وينه؟ هذا الطرف الأيسر بقى هذا ال FDS هو يمثل لي اليو الشغل المنجز بين واحد واثنين، وهذا الطرف يساوي لي الطاقة الحركية. هذا الجزء يمثل لي الطاقة الحركية بالموقع اثنين، وهذا الجزء يمثل لي الطاقة الحركية بالموقع واحد. فإذا راح أعوض عن كل واحد من عندهم، فراح أقول يو من واحد إلى اثنين يساوي تي تو ناقص تي واحد، زين؟ أو شو أقول؟ أقول أنقل هذا تي وان أنقله للطرف الثاني، أقول تي واحد زائد يو واحد إلى اثنين يساوي تي تو. وشلون أقرأها؟ أقول الطاقة الحركية في الموقع واحد زائد الشغل المنجز بين الموقع واحد والموقع اثنين يساوي الطاقة الحركية للموقع اثنين، الطاقة الحركية للموقع اثنين. نجي للتطبيقات، عندي تطبيقات كثيرة على هذا الموضوع. التطبيق الأول هو مثل البندوليوم. البندوليوم هسه مثل هذا نصف قطر البندوليوم، البندول هو L، الموقع الأول هو هنا، يعني لزمت البندول هنا وتيهته، راح يصير بي حركة، فراح في لحظة ما راح يوصل لهذا المكان أي 2. فأنا أقدر أحسب الشغل المنجز من واحد واثنين بين واحد واثنين، الشغل المنجز بين واحد واثنين يساوي WL. شوف هنا شنو يأثر الوزن، هذا الوزن، وزن وين اتجاهه؟ اتجاهه للأسفل، والإزاحة وين؟ للأسفل. فإذا الشغل يكون موجب الوزن في الإزاحة W في L، هو كان هنا بالموقع صفر، صارت الكرة هنا، الوزن للأسفل اللي هو يسبب لي القوة المسببة للشغل، والإزاحة هذه أيضا للأسفل. فالشغل بين واحد واثنين راح يصير W في ال L بالموقع واحد. هذا بالموقع أطلع الطاقة الحركية، هو هنا في موقع سكون، لأن أنا هنا لازمة يعني بعد ما محررة، من أحررة يبدي يتحرك. فتي وان هنا راح تساوي صفر، تي تو هنا تساوي شو تساوي؟ تي تو تساوي نصف ام بي اثنين تربيع، نصف ام بي اثنين تربيع، اوكي؟ فأنا هسه هذا طلعت اليو واحد لاثنين، طلعت التي وان، وطلعت التي تو، تي تو تساوي نصف الام اللي هي الوزن على الكتلة، وهاي السرعة ما أعرفها أنا، هاي السرعة ما أعرفها. تي وان هنا لأن هو بحالة السكون ماكو حركة، فالطاقة الحركية مالته تساوي صفر. أرجع أطبق القانون اللي هو تي وان زائد يو من واحد إلى اثنين يساوي تي اثنين، تي واحد صفر، اليو من الواحد لاثنين دبليو إل، وتساوي تي تو أعوض عنها بنصف دبليو أي جي بي تي تو تربيع. هاي الدبليو ويا الدبليو تختصر، أوكي، دبليو ويا الدبليو تختصر، فالفي تو إيش راح تطلع لي؟ راح تطلع لي 2 جي ال تحت الجذر. سرعته في الموقع الثاني هنا تساوي 2 في التعجيل في نصف قطر الدوران مالته. هذا بالنسبة للبندول، قدرت أحسب السرعة في أي مكان من حركته، في أي مكان من حركته. هذا التطبيق الأول، زين. أقدر أيضا أطبق القوانين عليه مال التانجينشال والنورمال. فإذا أريد أحسب الشد بالحبل مثلا قال لك أحسب الشد بالحبل، يعني هذا البندول إيش قال لك؟ قال لك أحسب لي السرعة مالته هنا في هذا المكان، وقال لك إيش قد يصير قوة الشد بالحبل،
يعني في هذا البندول شقد يصير قوة الشد بالحبل. هسا انا السرعة عرفتها، عرفنا شلون طلعناها، استخدمنا البرنسبل مال الورك والانرجي اللي هو مبدأ الشغل والطاقة، اللي هو هذا القانون مالته، اللي هو القانون هذا مال تي وان، تي وان زائد يو من واحد الى اثنين يساوي تي تو، وحسبت السرعة. اجي مرة ثانية حتى احسب القوة مال الشد، ايش راح اسوي؟ بالموقع اثنين عندي وزن، وعندي للاعلى قوة الشد بالحبل مال البندول، اطبق عليهم قانون نيوتن اف تي، summation of اف تي يساوي ام اي تي، summation of اف ان يساوي ام اي ان. قلنا الاي تي تساوي صفر، ما عندي تعجيل عن هنا، ليش؟ لان انا عندي بس وزن للاسفل، فالشغل باتجاه القوة، صح لو لا؟ فاذا هذا الطرف الايسر من معادلة نيوتن، وهذا الطرف الايمن، هذا الطرف الايمن، هاي البارتيكل، هذا الام اي تي وهذا الام اي ان. انا هنا عندي بس بالان القوى، بس بالواي العفو، فاخذ الام اي ان، ام اي ان. فهذا اقول بي زين، هاي ناقص طبعا البي، انا اقدر اقول يعني summation of FY زين، اقدر اقول summation of FY تطلع هاي البي والدبليو مساويات، فبي تساوي دبليو وتساوي ام اي ان وتساوي دبليو على الجي، هاي الام، هاي الام كتلة، والاي ان هي الفي تربيع على الار اذا تتذكرون، التعجيل النورمال يساوي مربع السرعة على نصف القطر، نصف القطر عندي انا ال، في تربيع على ال، طبعا يا في بي اثنين تربيع على ال، لان انا جاي احكي بالموقع اثنين، فهي يصير في تو تربيع على ال زين. هاي يمكن ناقص، ايه هاي ناقص، لان انا عندي هنا بي ناقص دبليو، لان قوتين عندي، فيصير بي ناقص دبليو، هسه صحيح يساوي ام اي ان، اعوض عن هذا المقدار، فهسه هاي بي تساوي دبليو نقلتها للطرف الثاني، هذا الطرف ايش عندي؟ عندي هاي الدبليو وهذه الجي. السرعة أنا حسبتها بالفرع الأول اللي هو تحت الجذر 2 جي ال بي تربيع، صح؟ بي تربيع تحت الجذر فصير 2 جي ال، وهنا شرح عندي جوا ال، ال والال يختصر، الجي والجي تختصر، هنا يبقى 2 في دبليو زائد دبليو راح يطلع عندي 3 دبليو، عندي 3 دبليو. عندي ملاحظة هنا قبل ما أختم المحاضرة، when a problem involves two particles or more، إذا عندي مسائل بها أكثر من particle، فمبدأ الشغل والطاقة راح نقدر نطبقه على كل particle، يعني كل particle أطبق عليها مبدأ الشغل والطاقة، وبعدين أجمعهم اثنينهم، بعدين راح أجمعهم اثنينهم، فيطلع لي السيستم كله، يطلع لي المنظومة كلها. يعني أنا مثلا عندي two particle، فتي واحد للبارتيكل الأولى وتي واحد للبارتيكل الثانية، هذول من أجمعهم يطلع التي واحد مال السيستم كله، مال المنظومة كلها، وأقدر أطبق عليه المبدأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.